أنا للطالع أنا هداف أنا هداف أنا هداف أنا هداف. من يتدرب باستمرار سوف يهز المرمى هز، من يتسلح بالإصرار سوف يحقق أروع فوز. لاعبو الكمال يزدادون ثقة بأنفسهم رغم أنهم لم يكسبوا مباراة واحدة، والفريق في تطور مضطرد، فقد سجلوا هدفا في مرمى فريق النمور. أما المباراة المقامة على الشاطئ فكانت نتيجتها التعادل. بدأ لاعبو الفريق بالتطلع إلى الفوز عما قريب، ثم جاءت قوة خارجية حاولت أن تحطم الفريق. ماذا سيفعل فريق الكمال؟ أعتقد أنه من المستحيل زيادة التمرين. هذا صحيح، وإذا أمضينا مزيدا من الوقت في التمرين فلن يتبقى لنا وقت للدراسة. نريد أن نصبح أقوى لكن التمرين شاق. اتجه إلى اليسار قليلا، لا هذا كثير، إلى الجهة اليمنى، والآن رائع. ها؟ مدير المدرسة يحسن الكتابة، رائع. هذا تشجيع رائع لنا، لكنه يبالغ قليلا. ربما نكسب مباراة واحدة وأصبحت غايتنا الاشتراك في التصفيات المحلية والفوز بها. يجب أن تكون غايتنا أسمى من ذلك. أنا أتفق معك أيضا، يجب أن تكون غايتنا الفوز بدوري المدارس. الفوز بالدوري؟ فريقنا الفاشل. علينا أن نبذل مبوسعنا من أجل الفوز. صحيح أن التدريبات شاقة جدا، لكن ذلك مهم، عندها لن نسمح لأحد أن يطلق علينا اسم الفريق الفاشل. هاني معه حق، لأن فريقنا ليس رديئا إلى هذا الحد. حافظوا على روح المنافسة. هيا ننطلق. أحسنت يا أسامة، من التالي؟ انتبه للكرة. إذن هؤلاء الكمال. مزيدا من القوة، التالي. دوري أنا جاهز. لا عليك لا عليك. يقول لا عليك، يا له من فريق سيء جدا. أنا سأضرب الكرة. حارس المرمى جيد جدا، ما اسمه؟ سأبحث. اسمه أمين وأحمل رقم 1. صوب بدقة أكثر، إنك تخطئ الهدف. أنا سأكون التالي. أنت رائع يا رامي. أنت ممتاز يا رامي. إنه يقظ. رقمه 10. فارغ. هل هو قادم جديد؟ إنه ماهر ومستواه يفوق مستوى هذا الفريق السيء. سأغلبك بالتأكيد. لا يمكن أن أهزم أبدا. جالها من حركة غريبة. هذه ضربة رائعة. انتبه، تعال.
تعلم ذلك يا فاضل. ضربة رائعة، كيف فعلت ذلك يا هاني؟ الحقيقة لا أدري ماذا أقول، لقد تدربت بالسر وتمرنت على هذه التقنية السرية للركلة. تعلمت سرا؟ نعم، تدربت سرا في السنة الماضية على إتقان هذه الضربة، وهناك الكثير أيضا لدي. إنها رائعة يا هاني، وإن كانت حقيقية فهي سلاح رائع. إنك رائع يا هاني، يمكنك الاعتماد علي، فلا أعرف معنى مستحيل. ماذا؟ هذه الكرة فيها عيب. رقمه 7 هاني. اسمح لي بسؤال، هل أنت الكابتن أمين أيها الشاب؟ نعم، ماذا تريد؟ أريد أن أتحدث إليك، هل أعطيتني من وقتك القليل؟ ما الأمر؟ النسور؟ النسور الرياضي؟ إنه فريق النجوم، النسور الرياضي؟ هل تعرف الاسم؟ طبعا، ففريق النسور فاز بكأس جميع المدارس 3 مرات، إنه فريق قوي. اسمي ماجد، وأنا مدرب فريق النسور، أبحث عن اللاعبين الجيدين لأقوي بهم الفريق، وقد رأيتك تلعب في تدريباتكم لهذا اليوم أيها الشاب. ها؟ ما رأيك بالانضمام إلى فريقنا؟ ها؟ أنا سعيد، هل اخترتني أنا حق؟ رأيتك اليوم تقذف الكرة، وبمثل هذه المهارة ستصبح نجم فريق النسور. أنا نجم مشهور؟ العصير يا أبي، هيا يا أبي. حاضر يا هاني. طالما بقيت مع فريقك الحالي فإن مهارتك لن تتطور أبدا. ألن تنضم إلى فريق النسور؟ سأدربك جيدا لتصبح مارادونا المدارس. مارادونا المدارس؟ أين العصير يا أمي؟ جاهز. أعتقد أن مستوى هاني يفوق الفريق الرديء الذي يلعب معه. عليك أن تستغل الوقت يا هاني، إنها فرصة مناسبة جاءت، فعليك أن تقرر بسرعة. فرصة جيدة ماجد، أحب أن أنضم. اتفقنا. تفضل العصير. ماذا؟ هل ترفض عرضي؟ شكرا على الإطراء يا سيدي، لكنني لست جيدا إلى هذا الحد. ألا تريد اللعب في دور المدارس مطلقا؟ طبعا أريد ذلك، إنه حلم كبير جدا بالنسبة لي. إنه حلم كل صبي يلعب كرة القدم، لكن طالما بقيت مع الكمال فلا أمل لك. حلمي أن أشارك في دوري المدارس وأنا مع فريق الكمال. إنه موقف رائع، لكن عالم كرة القدم قاس، هناك جانبان في هذا العالم، الرابح والخاسر. إن أردت أن تكون مع الجانب الرابح عليك أن تبذل ما بوسعك. لكنني أفضل اللعب مع أصدقائي لاعبي فريق الكمال. أنا واثق بأنك ستندم فيما بعد، وعندها لن أساعدك. سيكون الفريق الأول بين المدارس، الكمال أم النسور؟ بقيت دقيقتان على النهاية، اللاعب هاني قلب الهجوم لفريق النسور يتقدم بالكرة. حسنا يا هاني، لن أسمح لك بتسجيل إصابة. مهارة السرية، ركلة المنحدرة، سأريهم. سجل هاني هدفا. هل رأيتم مهارتي؟ أنا مارادونا المدارس. هاني هاني استيقظ، ستتأخر على المدرسة. هاني لا أريد الذهاب إلى المدرسة ثانية، سألعب مع فريق أجنبي محترف.
كفى حلما هيا. إنه مجرد حلم لذيذ. خبر سيء، خبر سيء. رامي، رامي تعال إلى الغرفة، ثمة شيء رهيب يحدث. ماذا؟ أخبرنا، لماذا تنسحب يا هاني؟ لا يوجد سبب قوي، إلا أنني شعرت أن بقائي مع الفريق الفاشل مضيعة للوقت. الفريق الفاشل؟ ألم تطلب منا ألا ندعوه بالفريق الفاشل؟ ماذا سيحدث لنا إذا انسحبت الآن؟ هل فكرت؟ هل تقصد أن أتخلى عن موهبتي من أجل فريق الكمال؟ هاني، أرجو ألا تكون قد انضممت إلى فريق النجوم. هذا؟ هل هذا صحيح يا هاني؟ هل تريدون الصراحة؟ نعم، فقد تلقيت طلبا للانضمام إلى الفريق وأنا موافق على ذلك. فلا تفكر بالآخرين يا هاني، إنك أناني. لقد خيبت أملنا. انضم إلى النسور إذا شئت، إنك لم تعد صديقي بعد اليوم. لا تحتقرني هكذا، فحتى لو أصبحت لاعبا نجما فلن أنساك أبدا، سنبقى أصدقاء. يا سيد ماجد، ماذا تريد؟ يا له من ملعب كبير، أشعر أنني سأتحسن إذا تدربت في ملعب جميل كهذا، ألا توافقني الرأي؟ سأقدمك إلى بقية اللاعبين، هيا. أليس كباران؟ أعرفكم على اللاعب الجديد هاني، جاء من فريق الكمال، كونوا أصدقاء له، هل فهمتم؟ حاضر. سيد ماجد، رغم أنني موهوب فلست ندا لطلاب الصفوف العليا. إنهم بمثل سنك ما عدا 11 لاعبا، فالباقون كما ترى احتياط. احتياط؟ لماذا ترتعش؟ أرتعش من الفرح. حسنا، هيا نبدأ الجري. جري. أنا مندهش لأن كل أطفال المرحلة الابتدائية مثلي، ورغم أنهم أكبر مني سنا فليسوا بمثل مهارتي. سأريهم، سأصبح نجما مشهورا. أيها اللاعب الجديد، أسرع أسرع. حاضر. هل انضم لاعب من الكمال إلى فريق النسور؟ أخبرني، هل هو أمين أم رامي؟ من هو؟ أخبرني. لا 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 أعلم، فلم أسمع الاسم، لا أعلم. معقول؟ ربما هي أمين أو رامي إلى الفريق، لكنني لا أفهم كيف حصل هذا. حسنا. إلى أين؟ العبوا بسرعة بسرعة. إلى متى سأطلب منكم الانتباه إلى الكرة جيدا؟ هيا. لماذا تركض ببطء أيها اللاعب الجديد؟ ليس من السهل أن أتمرنك لاعب النجم، لا أستطيع. الاحتياط، تمرنوا على ضربة الرأس، أبعدوا عن طريق اللاعبين الأساسيين. هيا. ماذا تفعل أيها الجديد؟ إنك تعيق تدريباتنا. أسف، أنا ضعيف في ضربات الرأس. أليس هذا هاني من فريق الكمال؟ لماذا اهتم به ماجد؟ لابد من وجود سبب لذلك. ماذا؟ تقنية سرية؟ ها
هذا غريب. كرة القدم ليست كالبيسبول والتنس الأرضي. دوران الكرة على هذا النحو لا يحدث إلا بوجود ثقب في الكرة. هل فهمت؟ ألم تلاحظ أن الهواء كان يتسرب منها؟ ربما. هاني قد أوضح تلك الضربة المنحدرة. إنها ليست حلما، وأنا واثق بأنه سيتدبر أمره مع فريق النسور. ذلك صحيح، هاني سيتدبر أمره. أنا ذاهب، أراكما غدا. وداعا. إلى اللقاء. انظر انظر، ألا تعرف من ترك الكرة هنا؟ ها؟ تخلصت منها، لاحظت أن فيها عيبا. أعتقد أنها الكرة التي داست عليها الشاحنة في ذلك اليوم. أعتقد ذلك. داست عليها الشاحنة؟ اعترضت طريقي فرميتها لأنها كرة غير صالحة للعب. هاني قد ركل هذه الكرة. حسنا، سوف نتوقف عن التمرين. على اللاعبين الجدد أن يرتبوا الملعب. ماذا؟ هذا ضروري؟ لحظة يا ماجد، ما عدت أحتمل هذا. ضممتني إلى الفريق لأنك أدركت موهبتي في رمي الكرة. لماذا تفعل ذلك معي؟ ها؟ إن كنت واثقا من نفسك اضرب الكرة 3 مرات، فإذا سجلت إصابة واحدة منها سوف تصبح لاعبا أساسيا في الفريق. أنا موافق. لكن إن لم تسجل إصابة فأنت مطرود. هل تفهم؟ أستطيع أن أضرب كرة منحدرة سرية إذا لعبت مثل ما لعبت بتلك اللحظة. يا لها من ضربة رديئة. إنه يتبجح لكنه بلا مهارة. لماذا؟ ألم تلتف؟ يبدو أنني أخطأت بالحكم عليك. هيا انصرف انصرف. كانت ضربتك السرية مجرد صدفة، إذن عليك أن تغادر الفريق. تبا تبا، ماذا سأفعل؟ هاني لاعب النسور هنا. ها؟ ماذا تفعل هنا يا هاني؟ هيا اخرج من هنا. هيا. هل امورك جيدة مع فريق النسور؟ انا بخير انا بخير. حسنا، ارى انك بذلت جهدك. الى اللقاء، يجب ان احضر التمرين. وداعا. يبدو متأثرا. هاني يبدو وحيدا ويائسا. لا اعتقد ذلك، انه على طبيعته، انسوا امره ونركز اهتماما على التمرين. ما كان عليه أن يتركنا، إنه يستحق أكثر من ذلك. أرجو أن يندمج مع الفريق. لقد تبشحت كثيرا ولا أستطيع الآن العودة إلى فريق الكمال ولا الذهاب إلى البيت قبل المساء أيضا. من الفريق؟ نعم، فنحن لا نحتفظ باللاعبين غير الضروريين. رامي، أنا واثق أنك تبحث عن هاني. أجل يا علاء. سأدلك على مكانه.
هيا. مسكين. إنه يحب كرة القدم كثيرا، ألا تلاحظ كيف يتدرب؟ ولكن لماذا تريد أن تساعدني؟ من أجل نفسي. لن يكون اللعب ممتعا إذا لم يكن الخصم قويا. عليك بمساعدته، اهتم به. إلى اللقاء رامي. شكرا يا علاء، شكرا. ماذا تريد يا رامي؟ ألا تلعب ضدي يا هاني؟ ألعب ضدك؟ لم لا؟ لماذا انضممت إلى فريق النسور؟ أم إن موهبتك أقوى من فريقنا؟ ماذا؟ سنلعب معا، فإذا فزت أنت سأعترف بموهبتك، لكن إذا فزت أنا عندي لك طلب عليك أن تنفذه. ماذا تريد؟ سأطلب منك شيئا عند انتهاء اللعب، ما رأيك؟ اتفقنا؟ رامي وهاني سيلعبان ضد بعضهما الآن، هيا هيا تعالى. حقا؟ حقا؟ بموقف ضعيف، لأن هاني لديه خبرة في حراسة المرمى. رامي بموقف ضعيف. بما أنه سجل إصابة فلن أخطئ بالركلة التالية. رامي لن يتقدم علي أبدا، فلن أخطئ بالركلة التالية. تبا لن تهزمني أبدا. إذا لم أمسك الكرة سأخسر. ولقد أمسكها. أنا مصمم هذه المرة. هاني ستحافظ على وعدك، لن ندع لاعبا ماهرا كهذا ينضم إلى فريق النسور. رجاء أن ترجع إلى الكمال، هذا هو طلبي ونحن بحاجة لك، هل أنت موافق؟ هذا وعدك لي رامي. قد تصاب بالبرد كابتن. هذا شكرا. شكرا، انكم رائعون. كابتن فريق الزنابق تحدى فريق الكمال، ليس أمامهم خيار سوى قبول التحدي، وعلى أي حال فقد منعهم مدير المدرسة من لمس الكرة لأنهم تشاجروا مع أولاد الزنابق. إنه حدث كبير ومؤسف جدا بالنسبة لفريق الكمال. انتظروا معنا الحلقة القادمة.